يا رشيد ليه شفتك؟ يا رب العالم بالفوت على رشيد نفسه. تعالوا بفوت يا رشيد، تعال منك. يا مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا. نحن أهالي تطاوين، وبعد قيام ثورة شعبي التونسي المبارك ونظرا لسقوط نظام وكل رموزه، وباعتبار من كان يمثلنا سابقا على رأس هذه الولاية لم يختارها الشعب، ولم يمكن أن يمثلنا بها يمثل التجمع ومثل النظام الفاسد، فنطلب منه فورا تقديم استقالته وانتهاء مهامه على رأس ولاية تطاوين. هذا المطلب راه مطلب عام. احنا نرفضوا السلطه القائمه هذه كما رفضها الشعب التونسي كله. الشعب التونسي نحى رئيس الدوله، الشعب التونسي رئيس الدوله اللي كان رئيس الدوله سب الدوله. احنا بوصفك انت شخص عينك الشخص هذا وعينك النظام هذا وعينك التجمع الدستوري، احنا نجردوك من جميع مسؤولياتك وما نستعرضوش بحتى سلطه عندك، ويلزمك تغادر تتخلى على المهام حالا، وبحول الله باش نعملوا اعتصام قدام هنا الباب وقدام الولايه، وما عادش باش تمارس حتى سلطه، باش يكون القرار واضح، ونحبوا نسمعوا الرد بتاعك وعاد ما يتكلموا جماعه. نعطيه الشباب، انا نعطي كلمه بس للشباب.